كافان كاتر تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. في الصباح بكري كان شني كيقولوا له شد لها واحد العايل صغير في 8 الصباح كان يهود وجبر لها الجبار بمفتوحة ولعوا الراجل كان مضروب مسكين وهذا الشيء اللي كان بيجبروه كان باقي حي ولا ها؟ بيجبروه كان باقي حي لا كان مات مسكين كان تضرب وقيلة في 3 والله الله أعلم وش السبب الله السبب احنا كنا ناعسين ما نعرف وقيلة واش كانوا قصارين ولا ما نعرف شنو هاد الشيء كان لا ما عنده حتى شي مشاكل دائما كنتلاقى مسكين السلام عليكم وعليكم السلام ما عنده مع حتى شي واحد شي مشاكل دابا في الصباح علاش بغينا نخزن عليهم كامل طايره هنايا يساج بر الراجل مطيح تما في الطريق الباب مفروعه تما جبت الطريق مفروعه جبرت انت من ضروب السيد انت عنده كاميسين داخل ضروب عيد انت ضروب هنا ضروب هنا ضروب هنايا وصافي جبرت انت تيحت تما انت وجبر الراديو باقي خدام انت هذه الشيء وقيله وقع بالليل انت هذيك كليك ثلاثه الليل انت وهو دوش على 8 الصباح ودو المدرسه العود المدرسه جبرت تما ديك الساعه يطول المقدم وجاو السلطه انت والله ما عرف يمكن على سبب الدرجه جاو ايما كانوا قصارين مع الله وعم الله احنا ما عارفينش شنو يمكن قصارين معاه تما والله ما عرفت لا لا السيد باقي جديد ماشي مزال ماشي لا فين هنايا شي كلشي عابد ماشي من هنايا ساكن بوزن والمرا ديالو كان ما كانش ها تفاجئ انا عمري وقع هذا الشيء هنايا انت عمري وقع مرايا عمري وقع هذا الشيء هنايا ملي شفنا هذاك الشيء هنايا عمري وقع شي حاجه جد جريمه هنايا تعجبنا نحوم زعما شي حاجه ومنقيه ماشي حاجه